السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بخير. البيت يوم يقولك البيت لايض، هذا يعني معناته البيت لايض، البيت لايض الدنيا. واه هذا وين ضاري أي لسان، كل الكراسي بيو لحفه صيان صيان صيان، وقرقع 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 وقرقع. زين شو أسوي؟ منبع شيء ودر شيء. السلام عليكم أبو ظبي، السلام عليكم ديرك محمد بن زايد، Good morning، كيف الحال؟ وش أصبحتوا؟ تكير أبوي من هاي الترابي الحين ترقى رجال بيي، لجل بيشيك على الحديد اللي بيرتب اليدين اللي هو من الطيب يعني هالغليظ، ما أدري كم يسمونه، كم من ملي، له اسم يعني ما أدري كيف بالملي، وشي صريبات جاياتنا من عرب الطيبة. الله يمد بأجلهم ويحفظهم ويطول بأعمارهم، وإن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين بيفصلنا اليوم أو بيننا كل منهم تشمع بالحول الحايلة الحايلة. ليش لازم يكون متفائل؟ فسلة فسالة طيب وتنظفن وتعقمن والله طرح فيهن البركة، بناكل منهم ما كنا نحن الحول، بناكل الحايلة ولا اللي عقبها إن شاء الله. الأمور طيبة وكل شيء زين، سرت الدمام ويت من الدمام وخلصت الشغل اللي أنا سائر عسبه، ما أبطيت، وصلت وصلت أذان المغرب، لأني مشتل من أبوظبي تقريبا الضحل العالي ويه الظهر، نعم. فلذلك وصلت أذان المغرب الساعة 7، وصليت المغرب والعشاء وحطيت راسي ورقدت في الدمام أو بيت عمتي، وأصبحت الصبح أذن أبدن في ذنية، بيتهم ملاصج المسيد والسماعة في الدريشة اللي أنا أرقد فيها وأذن. يا الله يا ربي في ذنية مرة، وعفدكم عفدة، وأتسبح وتمسح وسير وصلي وأرد أبوي، لأن الريوق زاحب ما قصر بيت محمد، وعينت من الله خير، اشتليت أنا ودواركة وأم الحناية، أنا ودواركة عبد القادر ردينا جاي. شكرا أبوي للمركز الإماراتي، وشكرا ثانيا للمركز السعودي. مركز الإماراتي مشينا سلام من سلام، الخط هذاك ما جيته أكثر من 35-37 سنة، مركز القويفات هنا. ويوم عد أمس جيته سنين عدي سنين بأيام صناد شاك الوقت كان بعد، والله ما كان وايد صناد، شيء كان من صندق على اليمين واليسار، وفي نصها المركز الصدقي العود يعني. هذا مش معناه انه ما كان شيء بالصنادج، اغلبية المراكز في الكون اغلبية كان كرفانات وصنادج، عقب عاد التطور وطاح الحديد وطاح المسلح وطاحت الدنيا وسووه. لكن المركز اللي كان بين بوظبي ودبي هاك الايام اللي وين يبتشون يسوي الجوازات وين سيح شعيب، كان من طابوق، نعم انا روحي لحقت عليه من بوظبي لين دبي، ما هذا كان يكون على الجوازات، لكن هي يدفعون جمرك تفتيش، ما المهم كان شيء جوازات في وين الحين سيح شعيب، شيء جوازات الاول 100% هالكلام، يتراوالي شارات الحلم لكن 100% شيء مركز جوازات بين بوظبي ودبي حيد، مثل ما انا رمسكم حين انا متاكد من هالمعلومه. المهم ما بهذا موضوعنا، وفي نفس الوقت كان بعد كافيتيريات وما ادري شو، وراعي الكافيتيريا اللي هناك مربي يميع الدياي باكستاني هندي ما ادري شو، المهم من الدياي نوعيه الدياي اللي مربينها كان باكستانيات. هي والله كاني اشوف الحين قدام عيني ديايات فريريات ودياج وصديع ونجيع هاي لاك في المركز مال سيح شعيب. المهم بقول لكم اخطفنا مركز السعوديه. يوم مركز السعودية قال أبوي أنت يا خالد والمريض اللي وياكم عبد القادر خطفوا سلام من سلام، ولا أبوي هاي أبوي اللي وياكم هاي ممنوع تخطف، ترد وين ما يت غيروا بدلوا شو مستوي؟ قال أبوي باجي عند تنتهي إقامته 15 يوم، وهذا القانون أبوي ما يسمح في أي دولة في الدنيا العودة. يا شافع يا دافع الله يخليك، نحن بنوصل المريض عندك دونك. قال أبوي عندكم الضابط وصيروا، والله كثر ما رمستكم الحين كثر ما ابتليت وياكم. قال ما يهمكم مالكم الا
يرضيكم، وهاي حالة إنسانية واستثنائية. والله وخطفنا سوى لهم بيز على السنة حق عبد القادر على 300 درهم البيزا الوحدة رسوم. على فكرة لازم تشلون كاش، أي حد بيشل دريول ولا طباخ ولا طباخة ولا عامل ويا بيخطف يبي يخطف بالحدود لا ينسى يشل كاش، لا ينسى يشل كاش. ما شيء الكرت مالهم مال الماكينة، كرت ماكينة ما شيء. الحاضر يعلم الغايب، كذا واحد شفتهم متوهجين تقولون ما حد قال لكم لازم تشيل كاش. اللي بيصير السعودية مركز السعودية مركز البطحة ترى ما عندهم الماكينة البيزات. يوم سألت الرجال قال إن شاء الله قالينا بيسوون الماكينة وفي القريب العاجل بتطبق، جزاهم الله خير إن شاء الله. المهم أنا حين اللي أخبر لجل أنه اللي ما عنده كاش يوجف أبوي الماكينة ويسحب كاش على بياخذ الفيز فيزة العامل 300 درهم، يعطونك فيزة متعددة السفرات تسير وتي تسير وتي الوقت اللي تباه 300 درهم. لحد يقول ما قلت، لا تقولوا ما قلنا لكم هذا الخبر أكيد 100%. ويزاه الله خير وتيسرت الأمور. أبدأ وصلنا أبوي الخطايح وغرب الله تخط سلوى الأول ما يتشاهد كم قصف من عجال الوادم، وحين الحمد لله جزاها الله خير الحكومة السعودية ما قصرت خط سلوى استوى أبوي 6 خطوط 3 ساير و3 جاي، يعني سربجي رسيد ورونسيد. ما بالأول خط واحد سر هو اللي تسير به اللي ترميع الشاحنات، لا لا بشرك بالخط اعتدل. يقولون من سنين أنت لأنك من زمان ما جيت ما تعرف، وما زين خط الحسا وما زين الجو وما زين الأرض السعودية وما زين الخطوط كلها والشوارع. الحمد لله يعني 90% من الخط في إنارة، 90% بس 10% هالقطع هاي اللي بنعرف بين سلوى والحسا جنها. هي والله يعني في النهار سير النهار وايد زين، سير الليل بعد أكيد إنه زين لكم ودك بإنارة. نحن بعد في الإمارات ضرينا على الليتات، ضرينا على الليتات. كان أبوي طريق هاي واي دولي ولا ما بدولي، ضرينا كله على الليتات. شو بنسوي مبزايين من الله خلقنا. الله تحفظ حكومتنا، تحفظ القادة والشعوب الإمارات وشعوب العالم كلها العربية والإسلامية الأمم كلها. يلا عاد بس عاد عليكم اليوم أمورنا وايد، ورانا فسل ورانا تري ريال هالي بياخذ القياس أو شيء وايد اليوم عندنا إن شاء الله. الله يسهل. حي الحياة يا أبو محمد، حي الحياة. منور منور يا أبو محمد، منور منور. درب السلام، الله يحفظك يا رب، الله يحفظك يا أبو محمد. أبو محمد منور منور عني أبداك. يلا هيا لحقنا خالد الخالد. والله مرحبا، أبرك الساعات، أبرك الساعات يوم شفناك يا سعد. حضنا بشوفك بشوفك هالرجال المبروك. دي الرجال نتابعه في انستغرامات وفي السنابات. إيه تتبعك العافية وين ما تصير. بسم الله الرحمن الرحيم. بيتنا شفتوا العيش الشيلاني؟ قد أبدا تحرى عيش شيلاني. هي والله يوم جلعوا هذا شيت أنا، كان إن شاء الله الأمور بتعدي طيبة وبيزين. أحمد في الشركة هاي اللي بيرتبون بيعدلون نشوف إنك لي الله خاتب لنا يعني، لأن هذا شوفوا هذا الشيت أبوي ما يصلح إلا في وقت الحرارة، يعزل الحرورة عن الزراعة. فالحمد 60 ذراعين أقولكم صباح الخير، السلام عليكم رحمة الله وبركاته. اي هرقل الروم سلام عليكم، الحمد لله على السلامة. الحين ترين شهر كم يجلس؟ ما شاء الله. كيف حالك؟ كيف انت؟ شو اخبار؟ مية. يجي اسود من هناك؟ هناك لازم شوية اسود مثل الروم مني. تبري زين؟ الحمد لله. بكا زين؟ الحمد لله زين. زين انت زين. راح حج هو سنة؟ قبل
السلام. هي زين سوي عليكم السلام. صباح الخير. شو بعد؟ شو وايد؟ اليوم ما تأخرت عليك. بتشرب؟ شرب تريق؟ تريقت أنت؟ شو تريق دواركة؟ حناية؟ شو تريق؟ شو بات أكوات الزت؟ Because in the house already eat the chbab. And this one, what is it today? Dango or chbab? شو كل دنجو ولا شباب؟ دباب. بس صراحة حبيبي قول شباب. دباب. لا شباب. دباب. لا تش. الأخوين دباب. لا سبب. قول شباب. دباب. لا تش. دنجو دباب. شباب. دباب. هاي جها. صباح الخير صليح. جاي خير. How are you؟ تمام. شباب. يوسف ما الحين برا. متى؟ أبا. أبا. الحين. شو؟ جبل هيد لا متى؟ حين أنهي؟ لا بسير أول شيء بنفسر الصرب حبيب هاي صريمات جاياتني أو وبفسر هنا إن شاء الله برد زين زين نايا دواركا يس شو أخبار؟ زين الحمد لله يو هابين سعودي؟ يس هي زين صبر صبر لتي لتي برايك 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 لتي زين شو؟ جاهز ريدي؟ نعم كله جاهز شو جاهز؟ نقل نودي حفرة جاهز، رمل جاهز، زور جاهز، حبل جاهز، شيور جاهز سم جاهز؟ كله جاهز لا سم سم سامبر جاهز كله جاهز هاي بارك الله فيك شكرا انتظار مشان انت هاي بارك الله فيك شكرا شكرا وايدي ما يقدر نرم الصلاح اقول لكم وايدين من جو اللي اظني اللي في جيلي هاي اللي ردوا علي قال كلنا نحيد هالمركز هاي الناس بعد يقولون نحن اني من غمضه يوم وصل مركز سي شعيب وقفنا وعطينا رسوم ثلاث شيء رسوم ترى صلاح حبيبي صلاح لا تحط على الميكروويف خلي بدون ميكروويف هذا خلي بدون سمعت احط التلف عذريك حشرتني عنبو قر 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 المراد أقولكم فوايدين اللي ظهروا ما شاء الله يتذكرون معاصرين تحريت اللينة تحرى وايدين قرضة ترى بعدهم لكن ما من زمان ترى بوي هذا اللي أمسات في السبعينات يعني أنا عمري سبع سنين ست سنين يعني ما من زمان هي دخن عاد تدخن لا لازم تدخن لا حبيبي لازم لا انت ما بريال ريال لازم يتدخن عليك طالع شمس تي تدخنون اي سوي يا معيريس ان الله تراك القمر والنجوم تمشي بيدخنون كل دورك وقف دخني قسم زور يبا ولا ما يبا بعد صلاح زيت ترك لي ما زبوق حسيب وقت ما حد يسوي شيء قدامك لا 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 شفت وين شفتني يا سوا زين سمع علي سعودي سمع علي عيب منو الرجال اللي سلم عليه في السعودية أنا سعودي إيه شفته في المركز هذا هو يا عمه كنا إيه سوا سمع علي من الحرمة عيبه خالد سلم علي قالت لك سلم على خالد حرمة عيوز ولا بنيه بنيه صراحه حلوه انا اعرف حلوه ولا لا حلوه مثل دواركا سلسل دواركا هي الحلوه صلاح نحن ليش ما نجوزك دواركا خذها لا وين مو ليش لا 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 يس دواركا يس يس خلها تجلس عشان يا ناس وانسلوا اسوم صلاح انت ليش عنصري ما في واجد بابا قال انت في موجود صار ما يريد انا انت في موجود انت ما في موجود واجد فرحان لا لا حل بعدين انت بيت وين بولين لا حل اوكي مرتين كلاس انت ما يريد انا كلاس شنو وين كلاس كلاس يا بلكني زيد تصيح حرام عليك تصيح اروح ومن الحب ما قتل يا صلاح اروح شو اروح روح تصيح ما بنحبك بتصير دوارك ايش اللي بتقول بكره مين يدوي نون اوكي ما يدوي بكره انا ايه
صلاح هذاك المجنون ولك متحبة حرام عليك خلاص خلبت خلبت صلاح عطبيزات لا عاجل اللي عطي بيزات مجنون لا انت الحق غيرك انت انا غالب غيرك بس خلاص سيري سيري يعني سيري ما يبحبك هو خلاص خلاص سيري خلاص لا انا بالك حب ولا انا بالك شياب انا بكبري اليوم ما حبني ولا حبني لا 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 كذا بنتي بعد تترب متى حبيتني متى وشو زين حبني مره ثانيه يلا قم جيبوا للميزان وازن عمرك شو خاف منك الحين يوم حبيتني مره ثانيه ان شاء الله حي خالد ان شاء الله خبره خبره ابراهيم خبره قول له تبات يصير وياك ولا لا بس بانكوك وياك كان خبر خالد ما يروح يسوي شيء شو صلاح حين قلت انت صلاح بس جاي معي خالد معاه لازم اصير انا وياك ولا بس صلاح لا انت خالد ما نبى ها شو رايك تخاف هذا لا ما بخلافه حبيبي انا ابو رد السلام حبيبي سلم على فريجك ابراهيم تراني ياس اسجلك سجل يلا ما الله الله يحب هذا ابراهيم الشامسي ولد عم منذر الشامسي من هل دبي ريال طيب خير ما حد شراته في الدنيا العوده جايني من الهير رجال اسمه حق عبد الحليم هذا الرجال هالمصري هاي لك عياله هذا شو اسمك انت محمد وانت محمود هالرجال من اللي معك مين هذا الرجال هذا محمد جمعة مرحبا ولد اختك ما شاء الله عليه حق عبد الحليم انت من وين في مصر من الشرقيه ما شاء الله عليكم الله يحفظك كم سنه في الامارات والله بسم الله ما شاء الله الحمد لله تمينا 29 30 سنه تبارك الرحمن الله يحفظك ويبارك فيك ويطول بعمرك شكرا على هالزيارة الفنانة شكرا لك هذا الرجال جاي نضيف من الهير وسولفنا ورمى السنة عندي شغل وياي ان شاء الله بيخلصه واموره طيب من شيفتي ابوكم الويه سمح الويه روحه سمح شكرا يا حق الله يحفظك الله يحفظك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور لا والله بعد صبحكم الله بالخير المراد هذا عندي الشباب شو اسمك انت؟ يمين وانت؟ محمد شهدول ها؟ محمد شهدول محمد شهدون وانت؟ شامبي الحين الله يحفظكم نحب نرويكم كيف نسوي ونفس الفسيل الفسيل الله يسلكم هاي الحين الفسيل بالغة رقم واحد قطيع رقم واحد ماشي شراته الدواء محطوط اللي هو السم نحن نحط السم طالت عماركم مرتين بس نحط السم مرتين مرة نحطها الصبح بالأمس يعني مثلا اليوم مثلا اليوم غسلنا الصرمة بالفسيلة بالسم غسلناها زين ما زين ونشينا وحففناها اليوم الأولي وحينا هاي المرة الثانية نرد نرششها مرة ثانية هي. رش عاد رش يا الله يا أنت المهتر هي فهينا مرتين هاي المرة الثانية المرة الأولى من أمس أول ما يانا ونخليه لين يحف واليوم المرة الثانية هذا السم ضروري عن العقور عن أي شيء فيها هاي الحفيرة نظيفة محفورة لازم يومين ثلاثة التراب اللي فيها يكون نظيف رقم واحد ايوه تتوقف النمو بهالطريقة على ما تشوفون الحين يلا بسرعة زادك ما تميت عند معازيبك الاوليين ما بغوه 40 آدمي ضم عندهم 40 آدمي ما حب غاب من وناته ما حد ابوي غيرك انت يا شامبي ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ها بريح ها انا ما تشوفون لا ينحط لا سماد لا همك الله لا عندك لا اليك يعني وايد ضروري انه ما ينحط سماد ما ينحط اي شيء بس يتعقم المكان يتنظف انا ما تشوفون دتشو ها ايوه
اللي تشون دتش عليه لا ما تشون خلاف. حين بتمرويكم خطة زين ما زين. الله دق الحديد وهو حامي. أيوة ما شاء الله عليك. يلا بس زين زين خلاص. الحين الله يحفظكم من عقب ما يطلع. لازم مع الماء مع الماء لازم لازم سب أي شيء هو داخل يظهر لازم يظهر الهواء. أي مكان فيه هواء لازم يظهر. فلازم أول شيء نحط المزيات صب صب ماء صب ماء صب ماء. واحد مكان واحد مكان ماير لا تثير يمين يسار هي. واحد أبو يكنز ها على ما تشوفون. هذا أبوي هذا قصرها وهذا قبرها مرة عمرتين خلاص. شوف الحين بدأ رقم واحد مشى أبوي وحطوا الزور دور ما دار صرنا. زين إن شاء الله الحول من تسير وتنسع أبوي الصرمة انسعت معوبة لزيار ولزيار لزيار. هذا هو لزيار لزيار هو أول صفة أول صفة من 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 الزور. الزور هاللي دور ما دار الصرمة أول صفة هي اسمه لزيار واللي مقصوصة زين ومعطاي بحد عاطنك إياها من الخاطر زيارها ما يجي بس لأنها شو بالغة ما ب ما ب بخاشعينها ولا متقطعة ولا من خلع كاروبها غير وياي تعبانة الصرمة بتنعطى. لا اللي بيعطي عطي شيء بالغ وزاهب مثل عطية هاللوادة. هاي ما كانت عطية على فكرة أنا طالب منهم لوادم أنا طالب منهم الصرم لادم يحسب كم مكان عنده. ترى مش غلط إنك تخبر حد مربع أكل هل بالمزارع تقولهم أبوي أنا في حاية هل كثر صرمة. ترى عندهم أبوي يميع نخيل بيعطونك ما حب يقول لك لا ما حب يقول لك لا. أنت حين لا تيزامن بعمرك وتقول بشتري من السوق. لا تشتري من السوق أنت ما تدري ما تعرف هل هذيل صادقين. أنت تبى الصرم الفلاني وتبى النخل الفلاني ما بتاخذ شيء أنت تصير وتعقى الحول ولا الحايلة لأنك أنت ما تعرف شو هذا شي بلاده شو النوع هذا اللي أنت تبى. أنت تبى نوع معين حين فلذلك ولي ياخذ ياخذ من ناس يعرفهم. أنا أفضل قل ما الواحد ما يشتري ياخذ من ناس هل مزارع يكون ناس فيهم خوفة من الله مصلين مسمين يكون يتعارفوا وياهم. فلذلك لازم الجلايع يجن وافيات زينات ما يفيهن أبوي غش ولا شيات ولا فيهن عاقور. للعاقور ولا السوسة لازم السم السم أبوي كيماوي ولا تحط أبوي خيل خيل وخيلة. نحن أبوي نخلط نحط السم ويا الخيل هذا كأول مرة كفسل لكن خلاف عادة نعطيه الرش العادي اللي هو عبارة عن خيل فوق يجلعونه يقطعونه أسف ما تي مصد هويات ولا شيات تفشع صريماتك. لا النمون يقمطون هنهن شوف مثل ما يقمطون الياهل. لكن لازم يبالي ماء صبح ومساء الصبح بالدي والمساء بالدي ما ينحط مياه وايد عسب ما يعفن. لا الصبح بالدي والمساء بالدي لفترة 40 يوم وعقب 40 يوم كل يوم بالدي واحد بس الفجر. وخلاف أبوي كل شهر بتشوفون الصرمة تزين والطيب وتعتدل ما بيموت لزيار ولا بتهيف خوصة ولا بيتعول أي شيء. التوفيق عند الله سبحانه وتعالى. أهم شيء ما شيء لا سماد ولا مركبات ولا مغذيات لين الحول. الحول ما تصير وتنسى ذراعين ثلاثة تبتنون ترخون عن تقميطة البيب الوايرات اللي داخل والحبال أخلاف أبوي تخفون تخفون يعني من الماء. السم لازم مرتين اليوم مثلا انت بتفسل بكرة اليوم رشيت بسم مثل هذا وبالبكرة وقبل بعد الفسل بعد مرة ثانية. سبحان الله شيء يكون في العروق ولا شيات ما وصله يكون من يروح ريحة السم يطفر العاقور ولا كانها سوس ولا شيات سبحان الله. فنصيحتي للي عندهم مكان وبيفسلون فسل جديد لا تخيلون من اللي عندهم مزارع صدقان ولا ولا ربع ولا صاحب ولا صديق. ترى ما بعيب
ما حد بيدريبك وانت في بيتك ولا في مزرعتك عندك مكان وتبع تفسل، ترى ما حد يعلم الغيب، كيف بيعرفون انك انت محتاج للفسيله هذه ولا للصرمه هذه؟ انا مجرد ابوي اتصلت حق جماعه الله يحفظهم، قلت لهم ابوي انا عندي 8 اماكن وانا خاطري في صرم يكون شيء زين. قال فالك طيب واشهد اني يا ابوي الصرم اللي الله كاتبنه. الحين بخبركم حد شو اسمه اللي فسلت، فسلت الله يحفظكم جش يسمونه جش فاطمه وشيء مجتومي، وفسلت طالت اعماركم ام الدهن، ام الدهن تقريبا هنتين و ودقلت نور وشو بعد حطيت ونوع من الصرم بعد يسمونه خاطري والثانية اللي هي الحلوة. هي نعم وايدة هي الصروم طرشين اللي لست طالت عمره، لولو بمعان خنيزي فرض خلاص سلطان الزاملي سكري برحي صقعي دباس شاهون شاهوني أبو الزبد مرزبان سكري أحمر عنبره أحمر أبو خموس نادر خشكارة عنون دقلة نور عياش خاطري هلالي سعودي زمردي بريم حاتمي مرزبان جش فاطم مكتومي حلوة نميشي ونانة موردة سنك خيب جايبينها مع قوم سنك زين شيشي خضراوي مجدول وايدة الأشياء ما شاء الله. اللهم لك الحمد أصبحت دولة الإمارات من أكثر بلدان العالم نخيل، فوق 30 مليون انخلى فيها، فوق 30 مليون خلى. هذه روحها تعكس مدى إمام القيادة الرشيد بالشجرة المباركة. الحمد لله رب العالمين. يا أبو بيتر شو بدول حق أبو محمد؟ ناطرينك أبي بيروت وقت ما تجي. لا بي إن شاء الله. إذا بتريد اليوم قبل بكرة، بكرة قبل بعد بكرة. يلا ناطرينك نعمل لك جزدورة حلوة وما بتكون إلا مبسوط. Very good, very good. مالك إلا هالريال يا أبو محمد. I love you. نحيطكم علما بأن تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه ممثل الحاكم في منطقة الظهرة، تنظم اللجنة بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية والإخوت مهرجان سباق دلم التراثي خلال الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر في جزيرة دلمة. هذا كله في دلمة، في جزيرة دلمة، في جنتي الشو يا دلمة. المهرجان طالت عماركم هذا من الموروث، جانب رياضي وجانب تراثي، وين؟ في جنتي يا دلمة. المسابقات والفنون التقليدية والحرفية والسباقات وأشياء التراث والأسواق الشعبية كل هذا موجود في جنتي الشو يا دلمة. دلمة طالت عماركم من أكبر الجزر المأهولة بالسكان، فيها المدارس وفيها الوزارات وفيها الفنادق وفيها ليبال وفيها العالم هذا حاليا، وفي السابق من أكبر العواصم اللي موجودة على الساحل الخليجي، في الساحل الخليجي اللي هي كجزيرة مأهولة بالسكان وكانت مرفأ للغاصة والطواويش، وفيها أخير الهيرات وأخير أنواع القماش وأخير الناس والبحارة والسماميج وهلب السير واليير، وليه ساير شرق يبندر فيها وليه ساير غرب بعد يبندر فيها. ومن أقدم الجزر المأهول بالسكان هاي وي شي أنت يا دلمة، ترى دلمة ست البلادين، دلمة اسمها ست البلادين من استوت الدنيا قبل البترول وقبل الساير وقبل الياي الناس كلها تتغنى بها، دلمة ست البلادين.
هالشعبيات وفي هالناس وفي هالفنادق وفي كل ما يخطر في بالك فيها، وفيها كل العرب لا يواد ولا كرام، وفيها أبوي رس الناس الطيبة، وفيها العرب الفنان والعرب الزين مستوى الدنيا، وما هم من وين. لازم عادة ينعرف مدى وين ينياب. بقع ينقال عنها البحوث، البحوث ما كنت يا دلمة من بقع ينقال عنها البحوث. ما في نص البلاد ينسار لها مسافة، تصير الأول لو الناس تروي من البحوث. البحوث ها مستنقعات تتجمع فيها الأمطار، ومن حول لين حول ما شاء الله يجيهم الوسمي، والناس عين من الله خير. الأول دلمة يبون الماء البوظبي، بوظبي هل يشوفونها حينه تروي السائر والياي، ما هاي نياب من دلمة. ما دلمة ما كنت يا بوظبي ينياب مصدرين له الرئيسيات. ما أطري لكم اللي شيء خرائج مكودة، الخرائج مكودة حق التغسيل وحق حق الدبش وحق الحلال. هي يقير الماء اللي للشرب من جهتين يتورد لها بوظبي، من الشناص يسمونه الماء الشناصي، ومن دلمة تجيبه أبواب، تجيبه ناس رحمة الله عليهم. هذا كل هذا خط تقراه الياعد والناس كلها تعرفه، ماء بوظبي من الشناص ومن دلمة. ناهيك عن بوظبي شيء بقع فيها ماء، لكن عاد الماء الزلال حلو ينياب من الشناص، يسمونه الماء الشناصي من عمان، سلطنة عمان الحبيب اليارة. وينياب أبوي من دلمة. وحاليا ما بكملكم مواضيع دلمة، ما شاء الله الوتائل يسبوي ترمس عن دلمة وعن أهلها وعن بيوتها وعن علاقتها وعن أصلها وعن فصلها وعن علمها وعن خبرها. يبارك أبوي 3 سنين بلياليهن ترمس ما بتروم تقصب وي نقطة من محيط من علوم دلمة، ولا من سكان دلمة، ولا من اللي كانوا ناس في دلمة، ولا ميال سنة أبوي تفتحت في دلمة، ولا عرب أبوي توسدوا اليمنى وتم ذكراهم من كرم وطيب ومرايل وعلم وخبر. دهر ما تروم توفي دلمة حقها. هذا أولا نحب نخبركم عن حدث يستوي في كنت يا دلمة، مكسار عرس لا صار ولا استوى. مهرجان يغني لي مهرجان سباق دلمة للمحامل الشراعية للمسافات الطويلة. هذا الحين ما بخلاف عقب اسبوعين 3 اسبوع هذا لياي، كيف الواحد يوصل للشنتية دلمة يا ست البلادين؟ طريقتين مشتركات وطريقة روحة ما يبالها، مثل الفريق ما تحب شريك اللي هي طيران الجو موجود ابوي الطيران، وبنحط لكم البوس مال حجوزات لي بيصير طريق جو. ولي بيصير طريقة ثانية طريق مشترك تمشي ابوي من بوظبي او من اي امارة او اي مدينة او اي مكان بتي، تمشي ابوي لين فرضة، الفرضة يسمونها فرضة دلمة، فرضة مينة عد وعتيده عسكرة وعبيدة شغلة ما موظفين شغلة. تمشي بسيارك لين هناك، بغيت تخلي سيارك في الفرضة وتسير ابوي عبري زين على زين، بغيت ابوي تركب انت وسيارك وهلك وفريجك، هاي ابوي العبارة اتي وتركب انت وسيارك وماشي، غمض برج ولنك في دلمة. تخف ابوي على الصير تودر الصير شوية بتي قشة تغشوية، ولأنك وصلت أبوي دلمة تخطف علي زيرتين كل وحدة تغنيها لي. أول بعد بتخطف على صير بياس، عقب بتخطف علي زيرة قشة، بخلاف أبوي شوية حديد سهل على ما قالوا البحرين، ولأنك واصل وين؟ واصل دلمة ست البلادين، واصل ست البلادين ماشي حتى أقل عن ساعة 45 دقيقة أو نص ساعة الطريق. عبارة تشلك 600 سيارة جميع السيائر، طريقة الحجوزات وطريقة وين تحجز والسكن في دلمة وين بتسكن والعلم والخبر والحجوزات، هذا كله أبوي والاستفسارات. إذا حد عنده خبر ولا علم ويبيت خبر ولا بيت نشأ لحد يسألني أنا ما على الرسول إلا البلاغ المبين. أنا إن شاء الله يوم الخميس بصلي الفجر ومتوكل على الله. المهرجان أبوي يبتدي الخميس، بيكون أول يوم للمهرجان، مهرجان عرس
عرسك انت يا دلمة، عرس دلمة، عرس كل سنة تعرس دلمة، دلمة ترى ابوية كل سنة يسوي فيها عرس. هي نعم دلمة كل سنة يسوي فيها عرس، هذا مهرجان سنوي. هي مهرجان سنوي هذا من حول لين حول، شيء فنان يعد له من حول لين حول يشتغلون، خلصوا السنة ابتدوا بخلية نحل يشتغلون رجال رجال يعني عن الواحد منهم عن 100 رجال تبارك الرحمن يشتغلون شغل دؤوب لتجهيز والرقي بزوار دلمة من الفجيرة دين بوظيفي من داخل الدولة وخارجها. ومرحبا مليون باللي بيوصلونك انت يا دلمة يا ست البلادي. انزيل الحين حطينا لكم طالة عماركم أرقام الناس والعبارة والحجوزات وطريقة الحجوزات وكيف بتسيرون وكيف كله والسكن والعلم والخبر كل موجود أبوي عندكم على البوستات اللي حطيناهن. فأي استفسار شيء خيام واللي عنده مسابقة ويبي يشارك بها هناك بعد هذا الإمكانية موجودة وشيء يبال وشيء وديان وشيء دلمة قلنا لكم ست البلادين والسكن أبوي أنيو 1000 آدمي ونيا أبوي 100,000 آدمي دلمة بلاد كبر بضبي أتشل أمة لا إله إلا الله. لا تقولون ما حد قالكم، الخيام موجودة والبيوت موجودة والفنادق موجودة وخيرات الله وهبات الريح والرزج والنصيب والبيع والمشترى وكل كل متاح وكل أبوي موجود. والتساير يعلم الياي، الواعي اللي ما براقد يوعر بيعه ويصاصر في دنيه ويقول له لا تنسى تسير عرس في دلمة مهرجان وما طاعينش نحزه على سابع تدريب ودرعك الغد شرق وغرب مهرجان فيها دلمة الناس كلها تسير شرق وغرب وانت ليش معرض مكان واحد تسير سير دلمة تجربة بلاد تراها كهربها ودنياها وعلمها وخبرها وبيع ومشترى وفنادق وأكل وشرب كل شيء فيها. يلا كل يوم بنوافيكم برمس من هالنمونة. وهذا طالة عماركم الموروث، لو مات يا دلمة خريجة بانا شربه لجل المحبين مسراح يوم في فريجة يسوى عاد البلاد هاش ما برو مطريها نقط ويا البلادين. هي والله هذا الموروث الأول. نزيل معلومة للكل منكم والجميع، اللي بيصير دلمة طريق جو ترى بوي السفر ببلاش في حب الله من هالحكومة الرشيدة عطت انكم ابوي الخيط والمخيط. اي نعم اللي بيسافر ما اسمع عليه الا طرق الهوية ويصير المطار ويركب الطيارة ابوي بتنشل هناك دلمة بتوديه وين بتشله من دار الضبي من بوظبي وبتنشل بابوي وين في دلمة ست البلادين. ما قلنا لكم ليه بيصير ارقام حطينا لكم التواصل لحق حجوزات وغير حجوزات. العبارة 20 درهم شيء رمزي 20 درهم يزيد شوي يكسر شوي ما اتذكر، لكن اتذكرنا موضوع رمزي يعني المبلغ رمزي ما يزيد عن 20. والطيارة بلاش وين حصل هالنمون في الدنيا العودة. يلا بس عاد عليكم يا ابو محمد، احنا في انتظار فيلمك الجديد أزمة مالية. كان بيش تسوي زمان بعده؟ ايوه شوفوا اول بادي نحن الله يحفظكم نقايس الحفيره محفوره ومعقمه منظفه مخلاي يومين ثلاثة تدقها الشمس عقبها مثل ما تشوف يسوي القياس زي ما زين. ايوه هذا القياس شلوا الحفيرة هذي تحت شوف شو قال حينة بالطريقة صار بالسجين لين تحت آخر شيء يعني أمانا عن خوف سبحان الله يعني تفرط هاي سموها تفالة
الشيرة اللي هي مكونها اللي لام التربة، لأن عسب ما تتفرق، لأن أنت ما فيك تسوي فيها التحدي ومرايل تجلب القوط شيء عليك، ما لا خلها النمونة. ولازم الزراعة يوم بتزرع على مستوى الأرض، يعني الطين مالت القورة تي مساوية مستوى الأرض، ما تي محفورة وتدفن هذا، لأنك في حال اندفنت هذا، هذا هو بتأثر عليه البكتيريا والأمراض، فتازم زرعتها مساوية تظهر على مستوى الأرض سطح سطح القورة هذه اللي هي التربة مالتها. زرعنا مكان الله يحفظكم اللي نحن استغنينا عنهن، اللي يكون الثمر ما يازلنا ما ياز، زرعنا مكانه شيء آخر، زرعنا قبل نحن سنطر من كل من جاينا من آخر الدنيا، يوم زرعنا ولأن ثمرته ما يازت، فنحن حين طالت أماكن بدلنا الزراعة الأولية شيء منهم، ما بكلهن تقريبا حول 25 نوع من الزراعات سوينا له سمون إعدام، عدمناه ونفدناه افتكينا منه، والحين عطالة عماركم ياسين نزرع أشياء ثانية اللي يكون الواحد يستفيد منها، ويكون الناس زارعتنها في المزارع وميربتنها من 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 جميع العالم يعني. أنواع سنطرة، هذه أنواع سنطرة طالت عماركم بعد جميل وزينة، وإن شاء الله ظاني في المعبود خير إن الله يسر الأمور، وتازم إن شاء الله تضرب بعرج ورب العالمين يبلغنا وياكم إن شاء الله. وهذا نوع من أنواع البرتقال بعد، كلها أشياء جميلة وكلها أشياء زينة، هذا كامل كله سوينا، كله برتقال، هذا كله برتقال إيجاوي وشد نزرع من قبل بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو يمكن بعد كم من يوم يعني، إن شاء الله بنخلي بس هذا الصلب اللي فوق هذا، لكن اللي تحت هذا ها كله بنعدمه بنشله، اللي تحت هذا هذا كله لازم ينشل حق القوة تصير في اللم، القوة تصير في الرئيسي هذا الركن الواحد، ما تروم تسوي أفرع وايد، الحين هذا لو ينشر بينشر تحت فبتغدي الشيرة ضعيفة، أنا هنموري غدي الشيرة تحت ركونه همتان، يغدي الركن متن من تحت، فأهم شيء إنك هذا هاي اللي ركون تعدمهن، هاي يسمونهن سرطانات، هاي السرطانات تعدمهن مرة ما تخلي شيء منهن، ها وهذه بعد نفس الشيء، ها هاي اللي تشوفونهن هاي ينشلن مرة ما لهن خان، هاي ها لا يثمر ولا شيء، بس يصير يضعف الشيرة هذا هذا، فأنت تعدمه فتصير القو يصير القو عقب في الفرع هذا الرئيسي اللي هو الركن الرئيسي. في حال نيابة الزراعة وطلعت شوية البته أصغر، فش اللي سوى ينردم حفرة الردم شوية تردم، يلا يلا عاد انقفض يلا عاد انت الحين ستشي مشارة، تحيدون ستشي مشارة لازم تنقص تحت القاعة قاعة القوطي، تطلع منو برا شوف سيارة يأكلنا، هذا أبوي أكرم أنه يصلي، لو يصلي ما يحينه، لو يصلي ما يحينه ما يحينه ما يحينه ما حد يعب أذان المغرب. أيوها شو حين أنا ما تشوفهم، أيوها ترى شو اسمه شام يوم ياي ياي ترى ما بمزارع يا أبوي، ما عارف شرقه من غربه ياي ما يعرف شرقه من غربه، كان يوم جبت قال اعرف كل شيء، اعرف الزراعه واعرف، يوم طالع انا يوم كشف عفاكم الله، ولن حشف ما يعرف وين الله حاطنا، علمنا حين ما شاء الله عليه حدود بتردون الفيديوهات مالات العام، متعلم هالمهره من العام، روينا طريقه الزراعه وش يسوي، وحين ما شاء الله عليه عن 15 نفر قاصر واحد، يلا يلا تفن 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 عنب دحوا الكلب وسرق، ها وصبع اللي توصفوا بها هي هي يا بارك الله فيك، حين عادة تنسق يومين ثلاثة وعقب يردون يعدلون اليلي المالها ويتعبلوا شارات الياهل الحين لا
لا ينحط لا سماد ولا مركبات ولا أي شيء، لين تسير وتضرب بعرج. كيف تعرف أن ضربتها بعرج؟ تظهر ورق جديد، تظهر ورق. نعم، عليكم السلام. من أنت؟ منو؟ أنا محمد رسول خوري. اسمك محمد رسول خوري؟ اسمك محمد رسول خوري ولا تشتغل عند محمد رسول خوري؟ لا، عنده شغل علي زال سيد بدرة المنصوري. علي علي بن زعل. والله والنعم. واسمك محمد رسول؟ ما شاء الله عليك. زين، جيب بابايا. اي، بارك الله فيك. زين، يلا شكرا. هذا علي بن زعل المنصور، الله اكبر وعظم. علي بن زعل المنصوري عنده ما شاء الله مزرعه هني في الوثبه، هو ونحن يوم نجيب الفي فايف من حول لنحول ساعتها نعطي صدقان اللي يقولون نحن عندنا مزارع يا ابو محمد، نحن بنشتل لك، بنحط لك البدر وخلاف، انت عاد على هواك. فالرجال زرع لنا البدر واندبهنا حينه ما شاء الله، عاد صورهم في التليفون واندبهن ما شاء الله حريمات غاديات عاد حينه. وقت شو زراعة تنزيلهم في الارض الفي فايف، ما قلت لكم الحين اللي عندنا كمل سنة الفي فاي اللي احنا اللي عندنا خلاص عقينا. اذا تبى انتاجيه قويه مثل اللي السنه صورنا لكم اياهن، لازم تبذر البذره متى؟ في شهر 7، في مكان مغلق يكون مكيف وكل شيء، وخلاف يوم بيعدي شهر 10 الوقت هذا يا تازن البذره 7 و8 و9 و10، 4 شهور. الحين تغدي مفروض طول ذراع، ذراع ونص، ذراع قاصر زايد، فتنزلها في الارض الحين ويا وقت هي البراد، فتازم تتعبل منها شرات الياهل لين ان شاء الله الحول، من ويا 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 الانغاله تاكل انت من ثمرها، من تبشر الانغاله الحول تاكل الرطب اللي تزرعه الحين تاكل منه ان شاء الله. يبدو يصفق فرحا بوصول هزاع المنصوري. نشاهد وياكم هذه اللقطة التاريخية، علم دولة الإمارات حاضر في هذا المشهد، هو العلم الذي حقيقة يشكل رمزية لدولة الإمارات، وهزع أول ما وصل كلنا شفناه قبل هذا العلم، وتداول النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي هذه اللفتة من ابن الإمارات، استقبال يليق بمقام هزاع المنصوري. نشاهد أيضا الشيخ حمدان بن زايد والأهازيج أيضا الوطنية تزين مطار الرئاسة في استقبال يليق برائدي الفضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. نهني دولتنا قيادة وشعبا، نبارك لسمو رئيس الدولة ونبارك لولي العهد ورئيس وزراء والعالم، من مشايخنا من ذكور وإناث اللي في دولة الإمارات، من السلع ليل الفجيرة، برها وبحرها، شعبها كاملين وكل اللي ساكنين في هالدار، نبارك لهم بقدوم بطل الأبطال هزاع المنصوري من الفضاء. ومنو متلجفله ابوي بطل الصحراء وبطل الأمة العربية الشيخ محمد بن زايد ولي. يا سعد حظك، يا سعد حظك يا المنصوري، يا سعد حظ ويا سعد حظنا نحن فيك، ويا الله يا رب تطول بعمرك يا أم ولدتي، ويا أخون ربيت وياه، ويا أبن نسلت لنا هالبطل اللي ما استوى حد شراته في الدنيا العودة، يا الله يا رب انك تحفظه تبجله وتبارك لنا فيه وتطرح فيه البركة، ونفرح إن شاء الله في ذريتي يا رب العالمين. نعم، إنه يقول لك حدث تاريخي، هذا هو الحدث التاريخي، هذا الشيء اللي يتلج الصدر ويمد بالعمر ويجل النظر ويجيب العافية. الأخبار طيبة، هاي هي اللي تجيب العافية، الخبر الزين. ياكم بطل من أبطال الفضاء وتلقفه بطل من أبطال الأرض الشيخ محمد بن زايد. يا ربي يا الله يا رب، يا هي قمم وحمد بن زايد وزايد بن حمد، ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سعد حظك يا المنصوري، يا سعد حظك يا هزاع، يا سعد حظك بهالاحتفال، وانت بوي كفو وتستاهل انت واللي وياك. لو ما بكفو ما تلقفت لك الزعامة كلها، انت من رفعت راس الدولة في الجو، في كبد السماء رفعت راس الدولة،
هي مبونها راس الدوله مرتفع فوق، لكن انت خليك تصك ويه جب الفضاء. يا الله يحفظك ويبارك فيك مذبجلك. ليتك ليتك يا مهزع جبتي لنا 20 شراته، ليتك جبتي لنا 20 بنوزعهم ابوي على الكون. هزاع واحد في امريكا، واحد في الشرق، واحد في روسيا، الحين بيطالبون فيه الروس. هل كازاخستان بيقولون بوي هذا تبعنا نحن يا عثرت الله يا ابوي يا ودوله تخلوني يظهر من البلاد، والله يا ابوك بيطالبون فيه. يا الله يا رب انك تحفظه وتبارك. يا سعد حظنا، يا سعد حظنا، يا سعد حظنا بهال الحدث العظيم، بهالحدث اللي يا ابوك بيطول العمر يا ابوك. الواحد لو بر بس مليون باس ما بر وما وفي الحدث هذا ربع اللي يستاهله. اللهم لك الحمد على وصوله، واللهم لك الحمد على تنومي ست بلادنا باسم هزاع انه وصل اسمها لشبد السماء. الحمد لله. ليتك يا حياد زايد موجود، بس ليتك يا حياد زايد. مبارك للشيخ خليل والمشايخ كلها يا رب العالمين، تحفظهم ترحم ميتهم وتطول طول بعمر الموجودين وترحم الأموات وتخلي ذريتهم وتنفع بهم الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. أقولكم أنا لازم أكون في الجيم الساعة 8 موعديها اليوم مع الكابتن. إنزين هتخبر بإبراهيم يا مهندس منها مدير أعمالي. يا أبو إبراهيم إحنا أبو اليوم طول اليوم ما قلت لي شيء، ما عطيتني أخبار، ما خبرتني عن شيء مميز من ضواياك، ما شيء من ضواياك، ما شفنا ضي من ضواياك اليوم، ما ضويت لنا خبر. قال لا جايب لك الخبر، الخبر اليقين. ها كنت أنا أبو أنت يا أبوك عيال هدهد سليمان. جزيرة الماريا فندق الفور سيزن من 10 الصبح لين 10 في الليل. في وين؟ فندق الفور سيزن في جزيرة الماريا في أبوظبي، في جنتي عاصمة الخير. هنا يوم الأربعاء بيصادف تاريخ 16 من 10 الصبح لين 10 المساء. شيء إيفنت، الإيفنت هذا عبارة عن مجموعة واسعة من الوحدات السكنية، عبارة عن شقق فيهن من غرفة وغرفتين 3 و4. اسم المشروع بورد ديلامير، مستوحى تصميمه من سحر أجواء البحر الأبيض المتوسط. فيه إطلالات بانورامية على البحر وأفق دبي كاملة المناظر اللي في الأفق كامل على مد النظر كاشف من هالموقع. وفيه كل مرافق ووسائل الراحة، مماشي بجانب البحر الطرف ليمن وليسر على طول الساحل. مرسى يخوت يضم أكثر من 190 رصيف ونادي لليخوت في منتهى الروعة على أحدث طراز وأجمل مناظر تقدر تشوفها في شنتية دبي بكبرها. هذا كله بتلقطونة موجود في وين؟ في المعرض، المعرض الإيفنت اللي بيكون في فندق الفور سيزن من 10 الصبح لين 10 المساء. مشروع ديلامير موجود فقط ليوم واحد اللي بيكون عرضه في فندق الفور سيزن من 10 الصبح لين 10 المساء، عرضه فقط ليوم واحد. والمشروع هذا تبع شو؟ تبع ميراس، شركة ميراس العالمية، هاي العودة مع الكمبانية الكبار، أكبر كمبانية في الدنيا العودة، هاي تبعهم أبوي الشركة. والمشروع فقط ليوم واحد، لأهمية المشروع ضروري الكل منكم والجميع يحضر. الفرج بلاش، ما بيطيح شملك الله، الفرج بلاش، آدمي يسير ويفرج عمره، يودي أمه، يودي أخته، يودي أخوه، يودي أبوه، يودي حرمته، شو المشكلة؟ سيروا خذوا لكم لك في فندق الفور سيزن، فندق فور سيزن روح يطول العمر، وفي موقع فيه مميز وجميل، حي وحاي وبيع مسابيح. عروض مميزة، أسعار الشقق مجين جو فلوس قوازي ما بتكون أبوية، الأسعار عالية، أسعار مناسبة وفقط ليوم واحد. واللي بيصير هذاك اليوم يغتنم الفرصة له أبوية حقية الفوز بإقامة في فندق يومين في جنتي دبي. فندق أبوية فنادق اثنين مثل ما قلنا لكم حاطين العروض عليهم، فندق بولغاري وفندق سيزارز. تاخذ أنت واللي تبا وياك من ربعك من
حرمك أمك يدك يدك خالك ليلتين شا ماكل شارب مقيم معين من الله خير ورد أبوي أبو ظبي وكانك ساكن في الشارجة كانك ساكن في الفجيرة على هواك من تصير عندهم يوم الأربعاء وتأخذ الشيء اللي بيوزلك وبالسعر للمناسب السعر المناسب وحجام شغر مراكض خيل أحجامهن كبيرة الغرف أبوي مسوي النظام العربي الحجام الكبيرة كل حجرة بزوية تابة غرفة ملابس ساب الدنيا شيء الله المميزة أو من أهم مشاريع كنتي يا دبي بكبر حد المهم أنا في الجيم ويغلب على الجيم اليوم طابع الهدوء طابع الهدوء اللي ما شيء شرات هدوء فشيء جميل انك تتمرن وانت تحس انه ما شيء ازعاج وما شيء بغيم ولا شيء ما شيء يعني زود الزحمه وان حد يجي خفيف يتمرن ويدخل ويظهر الجيم شيء طبيعي مختلط لكن شيء قسم خاص بعد هناك للنساء الخاص يعني اللي يروح يتمرنن لكن انا افضل مثلا روحي انا اي في وقت ما تكون زود زحمه فيه الوقت اللي انا فيه حين ما الجيم على فكره كل ما في زود زحمه لان الناس اللي يجون ناس معينين يعني يخص الناس الهادين مب مال زعيج وبغيم يجي الانسان اللي حاط هدف في باله شيء معين يبغي يوصل له لايف ستايل اللي حاط في باله اللايف ستايل رياضه هو اللي يستمر اللي حاط اللايف ستايل جيته الجيم هو اللي يستمر لكن انما اللي حاط في باله ابغي والله غدي بعير ما بتغدي بعير بمب هاك مخخون البنات غدا بعير لكن انت بتغدي بي فنان وسكرت وصحك زينه دقات قلبك لياقتك ركضت لانك تروم تربع خبيت لان خبك ماشي شراته بتهرول لانك رقم واحد بترقط طعس بتتكوت شرق وغرب ولانك رقم واحد تبتناهي انياط ما شيء فيك ما ها شوف ما شاء الله عليه ها ما شاء الله عليه ها ايوه 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 اي والله شكلكم فيلم لقيت ابوي فرصه هلو nobody's in ladies section thank you هذا القسم مال القسم النسائي مثل ما خبرتكم الحمد لله ما حد داخل فبقدر اخذ نظره لو على السريع بربيكم بعد حول الصباحة هذا القسم مالهم مكان هنتين طرف هذا اللي ما تخلي يشوفونه اللي ترى شيء وايد بعد هني ها هذا اللي أقولكم عنه هذا مال السياكل هذا كلاس عادة كلاس طول طول عرض عرض وهي يكون للمدربة قدام ومع الشاشة ومع الساعة اللي في اليد والإضاءة يسوي شيء وايد جميل هاي الأشياء اللي عندهم هذا خاص للنساء هذا المكان خاص للنساء هذا كله حق البوكسينج وايد أشياء وايد 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 أشياءهم أشياءهم وايد وايد لا تعد ولا تحصى مكان تام الخصوصية للنساء اللي يبان المختلط يروم يسيرن واللي ما يبان شيء مكان للنساء روحهم في خاطري هي يعني قبل كم الله كتب الحمد لله اليوم قدرت أخذ لك يعني في المكان وردة سوي يقول مدام بليز مخرج خاص لحوض السباحة خاص في يا سلام يا سلام يا سلام الحمد لله يوم ما شيء حريم أسب إني أروم أظني هذا this one is it this is for man or for woman هاي للرجال والنساء الرجال مدخلهم من هنا والحريم هذا مدخلهم but there is a time specially for woman إيه هذا بيحوص سباحة هذا اللي ممكن تبتي وتبت تتغطى تتروم ما أعرف كل حد على حسب رغبته المهم هذا هو هذا هو هناك مدخل الرجال وهذا مدخل للنساء وممكن يه بس هذا هو كله هذا أبوي الحوض خاص للجيم أبوي بعد عندهم سونا وشيء ستيم داخل مكان الحريم شيء طبيعي أنا ما أروم أسيد داخل مش ما أروم ما أريد أدخل
والثلاجات ها بف ودهن ودنياهن وكل شيء. شو اقول لكم؟ بطره يعني مال فنانين، ما بمال هايين، مال سلفجي، لا مال فنانين اللي يهتمون بعمارهم ويبون مكان نظيف وراقي. و يعني اشياء وايد تميز هالمكان. باركنات تحت مثل ما تشوفون، اللي بيه هو يا حرمته يروم يدخل هذا المدخل، يدخل هو الطرف هذا مكان الريايل، وحرمته تدخل هني. شيء منسقين تبع شيء كباتن حرين كابتنات، كابتن ريال كابتن فور ذا هلو فور ذا ليديز، وات دي كول فور ذا مان كابتن، فور ذا وومن. For the women, we do have ladies classes, we do have sauna, we do have steam. No, but who's trained them? We do have two trainers, we do have Melissa and we do have Steph. Uh-huh. So Melissa, she's our regular employee, she's giving all the classes, also personal training sessions. Yes. Except Melissa also, we do have Steph. When could I meet them? If you want to meet them, usually they are over here like morning time, from 5 to 8, this couple of the time. From 5 in the morning? From 5 in the evening to 8 p.m. Because of classes, it's big time for the classes, 5 p.m. Coming specially for the classes. Yeah, coming from, especially for the classes. From 5? 5 p.m., 6, 7, 8 p.m. Uh-huh. If it is morning time, so maybe one of them has personal training session, uh-huh. So they're over here. If it is for the classes only, according to our schedule, through the application. Thank you very much. Thank you very much. Good night. راشد، هذا ابو محمد. نعم، الصوره نعم. اللي رويتك اياها نعم. وقلت لي في ليوه يوم حياه ابوي يسبح نعم. مع محمد، قال لا هاي في ليوه، هذه في مغرق والتانك لين اليوم موجود. وهاي الرحله كانت 14 يوم عطله المدارس من روادها حياه سعيد بن علي، حياه سهيل بن هلال، عوض بن صلهوم، يمع بن صلهوم، كلمها ما تم حد وسلطان بن حي، حياه سلطان بن حي ما حد دام لنا. الله يطول بعمرك. امين امين. دفنتهم كلهم. سنه كم الصوره هذه؟ هاي بالسبعينات. سبعينات العمر ان شاء الله يا ابو سبعينات، وكلهم توفوا الله. وكان يوميا ريوقنا هريس على حمد شيري، يوميا ريوق شيري. شيري حمس شيء. حصة يسمون حصة العقاب. حصة العقاب هاي متى؟ يوم يزيد الوزن. يعني بيني وبينكم أزمت خمخم في الأكل هالكم من يوم، من حلويات وأكل ثلايا ليل يعني ابتديت شوي أهمل في التركيز على نوعية والكمية. فحين طالت عمر زاد شوي الوزن، فاليوم شوي عقاب زيادة نص ساعة في الكارديو. لازم هذا برنامج العقاب، الإنسان يعاقب نفسه بنفسه. يلا الخالدي، ها هذا الرجال كل ما يجي يسأل عنك. سهلا. يا مرحبا والله ابو محمد. تعرف هذا العشاء من عزمها العشاء. تعال الجليله هني بنسوي رايح بنسولف زين مره. أيوة. نتواعد مره بني عند الشباب هني عند ابو فطي. هذا ولده. أيوة. ولد الخير يا يعني. هذا شباب ترى يجيبك.